أهلا وسهلا أهلا وسهلا، وبدنا نحكي قصص وحكايات ومنشارك فيها، ودايما الحكاية إلى ألف حكاية وحكاية، يعني منضلنا نقولها. كان يا ما كان في قديم الزمان ليلى والذئب، صارت ليلى والذئب ضد ستهم، يعني عم تتغير، ما بقى تحب ستها، صارت تحب الذئب. مشان هيك رح نضلنا نحكي حكاية، وهالحكاية بتحك مطرح ما انت بيرعاك. قال واحد فيلسوف وواحد أمي، قالوا تعال نروح يا خيمة، منروح على هالغابة، مننصب هالخيمة ومنتعشى ومنحكي وهيك. راحوا تعشوا وحكيوا تحت الخيمة الحلوة وهنامو شوي. وعي بالله هالأمي وتطلع لك بهالنجوم، وعي للفيلسوف قال له شوف شوف شو بتشوف؟ قال له هذه نجوم. وبلش يحكي عن النجوم والأقدار والغيوم والكواكب التانية وهيك وهيك، وبلش يتفلسف هالنجوم شو بتفعل بالإنسان، كيف بدها تعمل بقدرنا وتحط وتشي. قال له لخيي حاجة تتفلسف لي بقى، هيدي هالنجوم عم بتقول لي أنا الأمي لا بقرأ ولا بكتب، بعرف إنه في واحد سرق لنا الخيمة، شوف وين طارت هالخيمة. وهيك بيقعدوا هالفلاسفة بيتفلسفوا، رجال هالسياسيين ورجال الدين والمؤسسات وأهل السلاح وأهل القوة والطاقة وكذا هالحوار حوار الطرشين والعميين. رح يكون في سلام من ملايين السنين؟ آدم وحواء بعدهم عم بيقتلوا بعضهم هالولاد، وآدم بشك بحواء وحواء بتشك بآدم، وآدم بشك هونيك وحواء بتشك هونيك، وما بقى فينا نعرف مين عم بيشك بمين. فإذا كل واحد منا يقدر يفكر أنا شو بدي أعمل، خلاص لبقى تتفلسف كون أمي. ولكن هالأمي عنده هالمعرفة، عنده هالفطرة، هيدا اللي عمل سفينة نوح واللي عمل سفينة أرارات. كم سفينة عم تغرق ونوح من قلبه عمرها، من قلبه عمر بيته هالأمي المعمرجة. كل عمل عبادة مش عبادة، لأنك بتحبه. أنت شو بتحب؟ كل واحد يسأل حاله، أنا بدي شارك فاتحة على حسابي، بدي شارك بهالفرح القليل اللي عندي وهالعلم القليل وهيك، وبيزيد وبيزيد. كل ما ضويت شمعتك بتضوى أكثر. يلا أعطيت أعطيت، giving is receiving، هيدا هو الفرح العطاء. مش مؤسسات إنسانية بنحط لها أسامي وإني فرح الكذب والنفاق والأخذ مثل ما عم بتشوف. أنت لحالك شو بتحب؟ في وحدة قالت له لجوزة زبط لي هالحديقة جنينة والورد، قال له شو أنا شايفتيني مزارع؟ قلت له خي صلح لي البراد، شو أنا صيدري؟ صلح لي الحنفية، شو أنا هيك؟ شو أنا عمى؟ راح على شغله واجا لقى البراد تصلح، الحنفيه تصلحت، الجنينه تصلحت. عفاكي يا مره كيف عملتيه؟ قالت له كنت بجنينه عم صلح الورده، لقيت هيدا جارنا بجنينه. قال لي شو بدك يا جارتنا لاسويكي؟ قالت له شو بتعرف تعمل؟ قال لها اللي بتطلبي بعمل لك اللي بدك اياه، بس انا بدي منك تعب. بدك تعملي لي همبرجر؟ هلا عملتي له همبرجر طيب، ما هيك ان شاء الله تكون على ذوقه. قالت له شو شايفني انا همبرجر تبع الماكدونالد يعني؟ شايفني ماكدونالد بدي اقعد اطبخ له؟ ما فيك لين له هالنسوان يعني، انتبه. هلا في قصه حلوه كثير بنقعد نحكيها بفهم وبعلم وكمان بشويه ضحكه ومزح، هي فنجان قوه بتسميها، محطوط بفنجان القهوة. انت شو بتحب؟ في معلم جمع تلاميذه، استاذ كبير بروزوفور، قال لهم بدي اسألكم هلا، شوف انتو شو البرايوريتي الخيار عندكم؟ ليكو هالقنينة فاضي ما هيك؟ نعم. هاي طاوبة كبيرة جولف، هيدي حجار هالقد حصن، وهيدا رمل، وهيدا فنجان قهوة. شو هو خيارك الأساسي
الكبير اللي بتشوفه حطه بالأول بحياتك، هاي الطاولة اللي أقل البحصة يلي أقل الرملة يلي أقل كلهم فاتوا الرمل هون الرمل. ليك هذا فنجان قهوة رح كبه، فات بالكل فنجان القهوة، البحصات هون وهون، الرملات أكتر شوي، فنجان القهوة فات بكل القنينة. قالوا له شو بدك تقلنا؟ قال له كل واحد يشوف شو خيارات الأساسية. قال له أنا بحب كون مدير بنك، قال له أنا بحب كون عندي طيارة، وأنا بحب كون رجل أعمال ومدري شو أعملك، وأنا طيب حطيتهم بعدين إنه نتعرف على حدا وهيك، بعدين الأولاد والأحفاد مدري شو، وبعدين قلن كلهم هون مصيبة عم تعملوه، التقى بي صديق وقعد انت وياه قل له تعال نشرب فنجان قهوة فنجان مي فنجان، واحكوا مع بعضكم الكتف على الكتف. الكتف اجى تيبكي عليه صديق، كل اللي عملتهم بحياتك شو عملوا لك؟ كل هالشهرة وهالبهرة، كل هالستار وهوليوود ستار، كل هالستار على قدمي، كل هالما بحطون على المحطات المنحطة عم بيغنوا كلهم، ما بقى في حدا تيزقف، عم نجيب ناس تتزقف بيستأجرون تيزقفوا تيحكوا، بيعطون 10 دولارات وبيجيبوا الجماهير، شو عم نعمل؟ شو الحل؟ مين عنده صديق؟ كذاب اللي بيقول عنده صديق. أول صديق هو الكتاب خير جليس، خلال ال 24 ساعة بتفتح بتسكر أنت مثل ما بدك، هالجليس رفيق كومبانيون. إذا أنت بلشت تتعرف على نفسك من هون ببلش يجي الصديق والمهدي والمرشد، بس بالأول أنت بدك تكون مريد، عطشك جوعك بده ياخدك على النهر وعلى الأكل وعلى النعس، بياخدك على النوم والتعب على الراحة، هالمخد اللي بينام عليها الغني والفقير والبشع والغني وانت ما بدكم، بس مين مرتاح على هالمخدة؟ مين ما بياخد حبوب منوم؟ هالوسادة بتستقبل، هالطريق بتمشي عليها الرويز روز والحمار والأعرج والمكرسح والفقير والغني، مسكت شي سيارة؟ مسكت شي وسيلة علام؟ كلكم امرؤوا تعطى نفكر، كل واحد يسأل حاله شو دورك يا مريم؟ شو البرايورتي عندك؟ شو خيارك؟ يكون عندك رجل أعمال وهالشهرة والبهرة رغوة صابون، هاي برايوريتي. مريم تحب مريم، كل يوم شو عم بعمل لمريم، كل يوم شو عم بعمل لأمي الأرض، شو عم بعمل للوطن للآخرة حسن الخاتمة للموت، كفى بالموت واعظا، هون الرحمة. ولادي أمي بي خيي جوزي كذابين كلهم، ما في عيلة، هيدي علة، أولادكم فتنة فاحذروهم، منني هالأولاد؟ هودي أولادك أولاد الحياة، ما فيك تقول هيدي مرتي هيدي أولادي هيدي إيدي هيدي جوزي هيدي أرضي، ما بتملك شي، مالك الملك بس. بس أنت هالأمانة اللي حملتها من هون، أول شي هالأمانة جسدك عليك حق، خذوا كل هذا وجسدي قال المسيح. أنت شو بتقول؟ ما بقى بدي أسمع ولا المسيح ولا محمد ولا علي ولا حدا، استفتي قلبك، هالسر اللي أعطاه لمحمد وللمستنيرين حوفيك كمان أقرب إلك من حبل الوريد لتروح بعيد. الكتاب بيساعدني، بعدين بلاقي مثلي مريد، نحن عم نفتش صرنا اثنين، هيدي الصداقة هون، هيدي أكبر صدقة وأغلى صدقة، نحن بهالطريق كل واحد بيساعد التاني وبيدفن التاني، ما بدنا شيء، هالدنيا غنية كتير، وقت اللي بتستغني عنها أنت الأغنى منها، ولكن نياله هالغني الكبير ماديا ومعنويا وروحيا مثل هيدا الأمريكاني.
عطى كل ثروته. بس لمين عطاه؟ لا الخنازير، لا الجمعيات الخيرية. وهلأ عم بيندم. مريم وكتار أحلى من مريم، قالوا له بتحطها بعلم أبدان وأديان، ما تبعتي للفاتيكان ولا هي ولا هي، تزيدوا الكاثوليك وهذا يزيد الهندوسيين وهذا يزيد الأيتام والمعاقين. هلأ ندم، عندك جهل وأنا مثلك وأكثر. هلأ كل قرش بيروح على علم أبدان وأديان، الاستشارة بيخدها لإلي، بصرف على البيت، بصرف على التلفزيون، بصرف على هوديك، وما تبقى على بيت الله. هالموقع اللي عم تشوفوا فيه هو اللي بده يبني أول جماعة في هالأمة العربية، هي وسائلها المنحطة. من هون طلعت أول جماعة، يد الله مع يد الجماعة. هلأ ما في جماعة بالإسلام، شرق غرب في جماعة وبيحكوا عن إسلام الله وعن الفطرة. وقت اللي صارت الحادثة 9/11 بأمريكا، كان جارنا كلنا منحبه مسلم أمريكاني مسلم، رحنا النساء محجبين ومعنا وردة، قال شيلوا الحجاب، ما تتحجبوا كرمالنا، ما حتى تقولوا لنا أنتم مسلمين. مش كل المسلمين عاطلين، ولا حتى هول اللي ضربوا قالوا نحن القاعدة ونحن المسلمين بسبب نصاري. كتار يلي تركوا الكنيسة ويجوا الخورة، إذا رجعوا بعتلوا شيخ صار يقدم بالكنيسة. هلأ زمن التوحيد يا أخوتي، هلأ مع الواحد الأحد اللي ما إلو اسم. كيف إيدي وجسمي كله بيوحد مع بعضه، بتغسلني المي من برا ومن جوا، والطعام من جوا ومن برا. والعلم والروحانيات والذكر غذاء الروح، غذاء النفس، من الأمارة بالسوء إلى الشفافة. عودي إلى ربك راضية مرضية، راضية مرضية. صرنا مرضية، صرنا بدنا رضا صاحب الدولار والدرهم والدينار. يا عار العالم، نحن العار. فإذا شو خيارك؟ الكتاب خير جليس وصديق، هي اللي عم فتش عليه، وإذا ما لقيته بلاقي نفسه. ما تتأمل أبدا، ما يكون عندك أي أمل بنخاص بأمة العرب بدون ما تأملت. أنا بالأول فكرت كل واحد عم بيبتسم لي بيقول لي بحبك، صدقته، بحب العمل، بحب أوشو، بحب ميتشو، يلا فتحت بيوت كثيرة بالملايين وبالمليارات، وهلأ أغنى الأغنياء ثروتهم تحت سرميتي وسرميتك. يا صاحب الحق، يا صاحب الدار، منا بحاجة، استغنينا عن هالدنيا. عنا الكوخ، عنا إيدينا وعنا تراب، منبني الكوخ، وعنا الدعاء وعنا الاستخارة وعنا كل شيء. بس جماعة كم واحد؟ المسيح ملأ 12، محمد الصحابي قال لهم أنتوا صحابي، أنتوا حبيتوني شفتوني، بس أخوتي اللي حبوني وما شافوني ويلي آمنوا بهالحقيقة. فإذا ننتبهوا يا أخوتي، في إدمان وفي إيمان. انت شو بدك؟ ادمانك يكون الى الايمان، ومنلتقى ان شاء الله بالايمان.